مساء الخير. الخلاف المستفحل بين تيار المستقبل وحزب الله وصل إلى أوجه، ما جعل البلد رهينة بين أقليتين، واحدة ترجح كفة الميزان، تبتز الطرفين، ترفع سقفها ولا تحسم خيارا إلا على طريقة المزاد العلني، وأخرى تريد حصة الأسد في الحكومة وحقائب وازنة وقانون انتخاب يؤمن لها أكثرية بغض النظر عن أضراره الوطنية. فكيف الخروج من الأزمات المتتالية وقد أدمن الجميع لعبة توجيه اللكمات المتبادلة بين أطراف لابد أن تعود لتتفق في ظل استمرار قواعدها بإعادتها إلى السلطة لتستمر بالصراع العبثي الذي يدفع اللبناني ثمنه، ليس فقط اقتصاديا ومعيشيا بل حتى في أرواح أبنائه؟ قبل الخوض مع ضيفنا في الأحداث السياسية الآنية وهي كثيرة، وضيفنا طبعا الدكتور محمد شطح وهو مستشار الرئيس سعد الحريري، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بولا ومشاهدين طبعا. أهلا بك. نتوقف مشاهدينا مع قصة حب هزت الرأي العام اللبناني وأودت بشاب وسيم من طرابلس حمله قلبه إلى الضاحية الجنوبية ليكون ضحية بلد مجنون يخطف على الهوية ويقتل عليها ويقتص ممن يرفضون واقع الحال المتخلف. سامر كنش هل هو ضحية الكراهية والحقد الذي يغرس كل يوم في أرض اللبنانيين؟ سؤال سنجيب عليه بعد قليل من منزل سامر كنش مع أهله وأصدقائه. سنذهب مشاهدينا إلى طرابلس ونسأل عن قصة الحب الغريبة العجيبة التي تحصل يومياً في لبنان بين مختلف الطوائف. يبدو أنه الشباب بعد ما جاهزين بطرابلس، رح بلش معك معالي الوزير وبعدين رح ننتقل سوا لنشوف شو أسباب هذه القصة وهل هي فعلا قصة حب ما بين مذهبين، معقول هالقد وصلت الأمور أم في أكثر من ذلك، لأن البعض بيعتبر أنه فيها بعض الغموض. بس قبل كمان الناس كتير ناطرين يسمعوا منك وبعدين منغوص بالتفاصيل يعني المهمة، هل المستشار الرئيس سعد الحريري دكتور محمد شطح هو رئيس الحكومة المقبل؟ أولا بتشكرك على هالسؤال، معناتها في ثقة بأنه بقدر أخدم بهالموقع، بس فعلا ماني مرشح وكتار اللي بيقدروا يعبوا هالموقع عكس ما بيفتكروا الناس، أنه ما في لبنانيين مؤهلين أنه ياخدوا قيادة الحكومة أو يكونوا وزراء من النوع اللي البلاد تحتاجهم بهالأيام. أنا شخصيا مش مرشح ولا لهذا الموقع ولا حتى الانتخابات النيابيه القادمه. على كل حال اسمك تم تداوله بالصحف. نعم. واكثر من محلل سياسي قال انه هذا هو الاسم اللي مخبيين متكتمين عليه. حضرتك بتعرف الاسم اللي فيه تكتم عليه او بعده الاسم لم يحسم؟ طبعا لو معي الاسم، لا ولو معي الاسم مش انا يلي بفصح عنه. في تكتل كبير، الرئيس سعد الحريري بالرياض كان عندنا فرصة لاجتماع طويل اللي نحكى فيه فعلا بالمرحلة اللي جاي، نوعية القيادة المطلوبة برئاسة الحكومة، نوعية الحكومة، الأشخاص المحتمل يكونوا مؤهلين، شو الأشياء يعني عناصر القوة اللي عندهم وعناصر الأخرى. كان في نقاش وفي عدد من الأشخاص يلي مؤهلين بنظرنا بالساعات المقبلة، وطبعا ما في عنا أكثر من عمليا 24 ساعة حتى يكون في اسم ياخذ نتأمل أغلبية كبيرة، وأنا بأكد رح يكون مؤهل لمركز مهم جدا بهالفترة. وإذا بدي أضيف أمر، والله الناس اللي بتحكي أنه بدنا حكومة انتخابات، ونحن بدنا حكومة انتخابات، بس بيوحوا وكأنه مين ما كان ما علي يمرق هالفترة، ما بعتقد عم يتعاطوا مع خطورة هالمرحلة بالجدية اللي بتتطلبها. أكيد لازم يكون في انتخابات ولازم تكون حكومة عندها ثقة الجميع تتقوم بهالمهمة، ولكن البلد في أخطار جدية أمنية حدودية، تماسك البلد، تماسك الطائفي، تآكل الدولي اللي عم نشوفه، وانت ذكرتي حضرتك موضوع محدد له علاقة بشاب وصبية، بس كمان هذا بيأشر، مجرد ما تطرحيه بهالطريقة بيأشر على خطورة الوضع. نعم نريد وزراء ورئاسة حكومة مؤهلة انه مع فخامة الرئيس ومع المسؤولين بالبلد تحمي البلد بفترة فيها خطورة جدية، يقطعوا هذه المرحلة الصعبة. طب هذه نعم. المرحلة الصعبة يعني دكتور،
بده يتم اختيار شخص فعلا تكون كل الأطراف موافقة عليه. البعض بيشوف أنه هذه صعوبة كبيرة إذا بده يطلع التسمية من قبل تكتل العريض اللي حضرتك بتمثله الآن على هذا البلاتو. نعم. ساعة الطرف الآخر لن يقبل به أو لن يكون محط ثقة. بينما كمان الفريق الآخر الأشخاص اللي بيرتحلون أنتوا ممكن تقولوا ما بدنا إياهم. فكيف بتكون توصلوا إلى هذا القاسم المشترك اللي ما عاد فيه يمكن قواسم مشتركة ما بين الفريقين على ما يبدو؟ أنا بأكد لك أنه اللي رح يتسمى من قبل تيار المستقبل أو بالأحرى 14 إدار رح يكون موضع ثقة لدى أغلبية كبيرة من اللبنانيين. أنا بأكد لك. وإذا كان يعني يقبل به 8 أذار المفروض ينقبل لأن ما في شخص عم نتعاطى باسمه منو أهل لهالمنصب. لما بقول أهل ما عم أحكي أهل من وجهة نظر سياسية ضيقة أو حزبية، العكس تمام. بيكون أهل لما بيكون مش متحازب أو أو ينتمي بطريقة ضيقة لحزب سياسي، لما بيكون غير مرشح للانتخابات، لما بيكون بشخصه وبتاريخه وبنظرة الناس لإله، إيه بيوثقوا فيه بهالمرحلة. طيب. رح يكون هيك. تسرب كتير أسماء قريبة من 14 أذار، خليني أقول مع حفظ الألقاب، خالد قباني، غالب محمصاني، حتى السيدة النائب بهية الحريري اسم حضرتك، لم يتسرب حتى اسم واحد باستثناء يمكن رئيس هيئة الاقتصادية استاذ عدنان القصار من قبل الفريق الآخر، وتلميحا إذا بدك يعني من بعض المقربين وليس أكثر من ذلك. هذه الكثرة بالأسماء والتسميات عندكم، هل اسم من أحد الأربعة اللي سميتهم؟ ولا أكيد ما رح جاوب على السؤال تحديدا، بس أنا بأكد لك. نعم. وعن قناعة شخصية أنه الرئيس يلي رح يسمى رح يكون بشخصه وبتاريخه سميته وبإدراته سميته. رح يكون قادر مش بس على المهمة، قادر يقول للبنانيين نعم أنا جاي بهالمهمة ورح أخدم بهالمهمة جميع اللبنانيين. ما رح جاوب إذا كان موجود أو غير موجود، وأنا بعرف أنه الرئيس الحريري و14 إدارة عم تنظر على هالمهمة هاي نظرة واسعة وليست نظرة ضيقة. اللواء أشرف ريفي ممكن يكون هو هذا الاسم اللي بتوثق فيه الأطراف، ومعروف أنه الطرف الآخر يعني ما قبل أن يستمر في مهامه، مع أنه باب التمديد فتح اليوم عبر مدير المخابرات عبر هيك تخريجة سمية. أنا يعني طبعا شخصيا عندي ملء الثقة باللواء ريفي، اللواء المتقاعد الآن ريفي، وبعتقد عنده ثقة يعني كتار من اللبنانيين ومش بس يلي بينتموا لفريقنا السياسي. ما رح أكون محدد بجوابي لسؤالك، بس أنا أكيد منخلي ضمن الاحتمالات اللي معقول تطرحوها. أنا شخصيا بقول إذا كان شخص مثل اللواء ريفي يعني المفروض كتار من اللبنانيين يعتبروا هذا شيء مش بس جيد، ممتاز، وأنه هو بيقدر يقوم بهالمهمة الكبيرة. وإذا كان غيره أنا بأكد لك رح يكون كمان قادر على هالمهمة. نعم. ماذا عن بيضة القبان؟ الكل يعني ينتظر أيضا هون رأي وليد بيك جنبلاط، طبعا أنتم في تواصل معه يعني أكيد. كيف لحد هلأ المفاوضات؟ قدي واصلين بجوجلة الأسامي؟ وقدي في فعلا لديه يعني قبول بالبعض؟ هو قال بالسابق أنه في مركب واحد مع الرئيس مئاتي. وليد بيك عنده ثقة بكتار من الناس يلي مؤهلين ويلي يمكن قصهم منهم ذكرتيون. بنهاية الأمر يلي فعلا نرغب فيه انه تكون في حكومة قادرة تقوم بهالمهمة الجامعة، والمهمة الجامعة بوزراء وبمهمات يلي واقع على عاتقها. يعني هو بداية توجهنا السياسي من سنة لهلأ انه نحن عنا اشكالية كبيرة بالبلد ناتجة عن خطورة كبيرة، كتار واعيينا مثل ما نحن واعيينا، عم نمد ايدنا وعم نقول البلد بهالوقت بحاجة لهالنوع من الحكومة. الأشخاص بحد ذاتهم أكيد مهمين جدا بهالحالة، بما في رئاسة الحكومة. لا يمكن تجيبي على رئاسة الحكومة حدا فئوي حزبي يستفز الآخرين ويقدر يقوم بهالمهمة. فئوي حزبي مثلا، هل يعتبر اللواء المتقاعد ريفي فئوي؟ أنا ما بعتبره فئوي. بعد بيعتبره 14 أذار مثلا. هلا ما رح أدخل بالأسامي، أنا قلت لك تقييمي للواء ريفي. نعم. وتقييمي للآخرين. أكيد اللي رح يسمى ما رح يكون فئوي،
لا ينظر إلى مهمته برئاسة الحكومة، ولكن ينظر بمهماته الثانية، إن كان الإسكارتيون من وزراء سابقين أو من لواء ريفي. ما بعتقد تاريخهم بيدل على فئوية بالعمل، هذا أمر مهم، واللبناني بيعرف هالأشخاص من تاريخهم، ولو كان الآن محسوب بشكل من الأشكال على فريق بمعنى من المعاني. نعم، اليوم كان لافت يعني توقيع وزير الدفاع فايز غصن شيء سموه تأجيل تسريح مدير مخابرات الجيش إدمون فاضل. ما بتعتقد كان ممكن تلاقوا تخريجة مثل هذا النوع لكي يبقى اللواء ريفي في مكانه، تأجيل التسريح؟ بتعتقد في هون كيل بمكيالين، يعني ما يقبل لمدير مخابرات لا يتم القبول به لغيره؟ وهل هذا في الإطار اللي البعض منكم حكي عنه، قدم الأجهزة الأمنية والسيطرة عليها، أم ماذا؟ كيف بتفسر؟ واضح كان في طريقين للواء ريفي يبقى بمهمته، طريق مجلس وزراء يلي كان أحد أسباب استقالة الحكومة، وطريق مجلس نواب لأن في اقتراح قانون مقدم بالإضافة لعريضة. الموضوع مطروح وممكن، ولا يزال مطروح وممكن بالأيام والأسابيع الجاية. طبعا موضوع لح يرجع مش من شان شخص اللواء ريفي بس، في يعني جزء كبير من اللبنانيين خلينا نعترف بيعتبروا أنه اللي صار بالفترة الماضية بقوى الأمن الداخلي وتحديدا اللي صار باللواء الحسن، الشهيد اللواء الحسن، مش شيء هيك عابر. وقوى الأمن الداخلي كانت تشكل لكتار من اللبنانيين نوع من الضمانة، خلينا نقول ضمانة، ولو أنه الضمانة تجي من كل الأجهزة الأمنية صار إلى رمزية مهمة، وتاريخ اللواء ريفي معروف بهالأمر. وبعتقد حتى البعض اللي بيعتبروا حالهم خصومه بمعنى من المعاني عندهم احترام شديد لإله. كان في رغبة جدية باللواء ريفي أنه يبقى لهالأسباب، بالحكومة اختاروا إسقاط الحكومة على أنه يمشوا فيها. والآن نحط موضوع القانون الأرثوذكسي كحاجز أمام هذا الموضوع. الآن بما أنه علق كما سمعنا الليلة موضوع اللقاء الأرثوذكسي، هل يعني ذلك علق على خشبة بما أنه من بكركة طالعة المسألة؟ ما بعرف قديه يعني قانونا هو مش اللقاء الأرثوذكسي المصلوب، لبنان بهالأيام كل المصلوب، لبنان هو المصلوب. صحيح دكتور، رح نكمل معنا يعني اليوم في كأنه اليوم العالم للاجتماعات ولشتشدة التحالفات. صحيح. شفنا الكل بكل اتجاهات يعني عم بيتحركوا، يعني كأن اليوم اكتشفنا الاستحقاقات الكثيرة اللي عم تدهم اللبنانيين. بس بدنا ننتقل إلى هذه القصة مجددا، للبعض غامضة لازالت، لغز كبير، كيف قضى سامر كنج؟ فلننتقل معكم مشاهدينا إلى منزل المغدور، ومعنا والد سامر كنج. مساء الخير أستاذ كنج. اهلا مساء النور، الله يعطيك العافيه. الله يخليك، تعازينا القلبيه لك من تلفزيون المستقبل. يعني بنعرف قديش مصابك كبير في هذا اليوم، بس حابين نعرف منك فعلا سامر هو ضحيه الحب ولانه من طائفه تاني، ام في تبسيط اذا قلنا الامور بهذا الشكل؟ يطول عمرك، وبشكرك وبشكر التلفزيون المستقبل وكل من انسان بيسعى للخير ضد الشر ضد الطائفية. لن اقيد الطائفية ابدا ولن اعتري بالطائفية. الطائفية دمار للمواطن، للوطن وللمواطن. ما بعترف بالطائفية بتاتا. ابني انغدر بطريقة مافيوية، تدبير مافيوي، طريقة يعني أنا ما عم بقدر أعبر عنها، ما تأخذيني يعني شغلي في موضوع يعني شو بدي أعبر، ما عم بعرف أعبرها والله. يعني موضوع احتيال ومافيوي وهيك، ودبروا له هالقصه. شو صار تحديدا؟ قديه صار له على علاقه، قديه صار له على علاقه بالسيده، وشو اسمه؟ اسمه اسيل نبوه، خليل نبوه. هي من شي سنتين معرفه على البحر في شاليه، وما شاليه بيعرفوا بعضهم،
وجوزة صديق مع جوزة وموضوع أصدقاء. هي مطلقة أو متزوجة؟ عن أمرك شوي. هني مش هالفترة اللي عمل لك عنها من تقريبا سنة، معرفتهم من سنتين، من سنة بيتم خلاف بينها وبين زوجها اسمه رمزي حسن، حسن حيدر، بيتم خلاف. انا عندي محلات تجارية على الاستراد، وابنها صغير بمدرسة الرئيس مئاتي بال مني. الولد بتجي هي بتنتظر ليطلع ابنها، بتجي بتقعد بتنتظر ابنها 10 دقايق ربع ساعة، وكان بحالة الخلاف مع جوزها وبمشروع الطلاق. قلت لابني انا انه يا ابي هيدي عم تجي اكثر من مرة بتقعد. قال لي يا ابي هيدي ابنها هون وهي من بيروت وفي خلاف هي وجوزها وبدي يطلقوا بعضهم، وانا بدي طالبي مني انه انا ما لي حدا هون، بدي اوقف من نوع المساعدة. ابني انا كنت دايما اختلف معه بطيبة قلبه وباندفاعه، كنت اعتبره اندفاع عشوائي، انه الواحد ما لازم يتدخل، انه لكل واحد هالتدخل هذا. انا كنت ببعد عنه، لو رأيي ببعد عنه يعني في هو بيقول وهي بتقلي، هي بتقلي انه ما إلى حدا، ابوها بالضاحي عنده بنايه وبده، هي من ام ابوها اخذ تنتين، هي من ام وميتي امها وابوها بيكرهها، هيك صارت تحكي لي. وجوزها طمعان فيها، بده مرق، لا حماتها بدها تاخذ قال الارض، عندها ارض ورثتها من امها وبدها يعمروا مدرسه عليها، وهيك صارت تسردي حكي وسوالف. وبعد فتره يعني جمعه جمعتين يعني فتره من وقت لوقت بيجي ابني بيقول لي يا ابي انا بدي اخطب يعني بعد شي شهر شهرين. قلت له عال انا بتمنى انك تخطب، مين اللي بدك تخطبها؟ قال لي بس ما بتعارض؟ قلت له والله اذا كانت كويسه لا ما بعارض. قال لي اللي بتقعد عنا اسيل. قلت له لا انا دغري بقول لك اكيد ماني معارض، لانه مجوزه ومطلقه يعني وعندها ولد وبتتعب بحياتك، ما بنصحك ابدا. كرر علي مره واثنين وثلاثه، قلت له انا شخصيا ماني موافق، اذا انت بدك هذا شانك الطفل انت حر. بيطلب مني يعني هي اكيد بعد فتر يعني شهرين نعم. ثلاثه هالمسائل بتيجي يوم ورا يوم. بيطلب مني، انا عندي محل بفردان بسنتر عساب مأجره ب 25 ألف دولار لجماعة بالشو اسمه بيعملوا فساتين عرايس وهيك شغلات. نعم. بيقول لي اعطيني اياه. قلت له لا انا اعطيني اياه واعطيني بيت، عندي بيت كمان على المزرعة، اعطيني انت يا ابي انا ما بدي منك، اعطيني هالبيت واعطيني هالمحل وانا ما بدي شيء منك. قلت له انا لا بريدك تضلك هون حدي، ما بدي. المهم بعدين وفقت له، اعطيته البيت والمحل والزلمي اللي انا مأجره اياه سمحته باجار سنه تيتجوز اصيل صحيح يعني وافقت حضرتك على زواجه؟ تيتجوز وافقت على زواجه؟ انا ما موافق. منك موافق بس كانوا يحبوا بعض. خلينا نحكي استاذ كنز، يحب كان نعم هو يحبها وهي نعم كانت تحبه نعم. يعني ما اوقعت بابنك مثل ما سمعنا. هي ضحية كمان. كيف يعني هي ضحية؟ يرحم أصلك. أنا شاكك كمان يعني لحديت 90% كمان هي ضحية حرام، لأنه كانوا يحبوا بعضهم كثير. هي أنا ماني قبلان وأبوها ماني قبلان، وأبوها كان يتلفلي من بيروت ويتلفلي سهرة
انه بعود ابنك وكذا ومن هالحكي. انا كنت قل له بساعد انا وياك نبعدهم عن بعضهم، بعدين هدول كبار يعني ابني عمره 32 سنة وبنتك عمرها 23 سنة، ابني مخلص جامعة وعم يشتغل بحقل التجارة وبنتك عاملي كمان اخراج و هل كان في تهديدات؟ هل كان في تهديدات عم ترد لك ولابنك؟ لكان 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 اكيد. هلا التهديدات مين كان عم بيهددك؟ مين كان عم بيهدده لسامر؟ ايه هلا مين عم يهدد سامر؟ انا ما بعرف لانه هدول شباب وعصريين وبيطلعوا على الشوب فيسبوك وشو غيره اسا والانترنت والكذا، هيدي انا الامور ما بعرف فيها. بس انا اللي كنت اتلقى التهديدات من ابوها ومن صهرة، بس تهديدات ناعمه ما تهديدات انه بعود ابنك وخلينا الله يرضى عليك، انا لك انا عامل راح اعمل قضيه بابوها وحاطط محامي. نعم. وراح اعمل يعني ترتيبات ويمكن وقف لك ابنك ومن هالحكي. وانا اقول له لا طول بالك يا اخي بنشوف كيف بنحل الامور. ايه للتهديدات اللي اجت لعندي قبل ما يوم اللي انقتل. نعم. ايه هو التهديدات اللي حصلت وانا بشك انه 80% تكون التهديدات الاخيره اللي قتلته، والتهديدات الاوليه 20% حسب احساسي انا وحسب ما اللي كان. شو التهديدات الاخيره؟ معي. شو هي الاخيره بيجي لعندي من قبل ما يقتلوه بشي 15 يوم، بفوت علي على المؤسسه شخصين كان عندي شغل وزبونات ظهروا قاموا وقفوا هني تقريبا الخمس دقايق لفضيت انا، بس فضيت انا رجعت قعدت على طاولتي قدموا على الطاولة اثنين الكبير الاب، بعدين عرفته هذا الاب بيقول لي انت ابو لسامر كانج؟ بقول له نعم انا ابو لسامر كانج. تفضل عود شو بتأمره؟ تفضل. ابنه بيقعد، هو ما بيقعد بيضل واقف على الطاولة وبيقول لي بدك تمنع ابنك عن بدك تمنع ابنك سامر عن ابني ولا بقتل لك اياه. قلت له لا شو عم تحكي هالحكي؟ مين حضرتك؟ انا علي انا حسن حيدر، انا بعطيك مهله 3 ايام اذا ما بتمنع ابنك عن ابني انا راح اقتل لك اياه. في نقطه هون ما بسال عن حدا. ايه انه ليه ما تم يعني منع البنت من رؤيته؟ يعني الواحد يمون على بنته اكثر ما بيقدر يمون على ابن شخص اخر، برايك ليه ما قدروا يعني منعوها هي منها تشوفه؟ هلا هي كانت تجي لعنا على البيت معه تتغدى تتعشى تروح لعندي على المحل مع برفقته. نعم. تنتظر ابنها تقعد، وانا وهي قال حبتني كثير وتقلي انت يا عمو انت هون سندي بشمال. انا قال لها مثل بنتي انت، انا شو فيني ساعدك على عيني، بس انا بنصحك انك ترجعي لجوزك ولابنك. قالت لي ماني قادره اتحمل، انا ماني قادره اتحمل اللي عم تعملوا فيني حماتي وجوزي. ما بدي فوت كثير بالمواضيع. ليش عم تعمل معي؟ نعم. ايه؟ استاذ كنج نعم يعني نعم بيوت نعم. بالنهايه في لها حرمات. نعم. بدها تاخذ الارض الارض منها حماتها وتعمر عليها مدرسه. نعم. وهي بدها تطلعها برا. هون هي رافضه هالشيء. نعم نعم. وابوها بتقول ابوها طمعان فيها، هي على حكيها بتقول. طيب كل ذلك استاذ كنج، كل ذلك يؤدي الى انه ابنك من الطابق الخامس يعني بهيدي الطريقة بنشوف كيف انضرب كيف رمي
من الطبقة الخامسة من المبنى من أي مبنى أول شيء؟ المبنى اللي ساكنة فيه أصيل؟ عرفت نعم. التفاصيل شو صار؟ بيقول لي إيه نعم، لكن أنا رحت وقت تلفنوا لي مستشفي الرسول الأعظم نعم لروح جيبه، قالوا لي تع ابنك مريض تع ضروري، رحت قالوا لي أحوي بالبراد. شو قصته؟ منين جبتوه؟ كيف جبتوه؟ قالوا لي من المطرح الفلاني. من المخفر؟ المخفر المريجي. رحت على المخفر، بالفعل كان في اهمال كتير بالمخفر. نقيب قال لي وقت اللي أنا متأثر وعم متأثر كتير، قال لي يا عم انا رح احقق لك بالقصة، انا رح امسك لك بالقصة. ما شفته، كان مستلم القصة اللي عم يحقق رقيب مع احترامي لحضرته، وأجدان كمان نعم. مع احترامي لحضرته بس أنا حسب خبرتي والتحقيق والكذا يعني لقيت أنه يعني بينقصهم من معرفة التحقيق، من مهارة التحقيق. طيب فينا نحكي مع السيدة يعني مع والدة نعم. سامر لو سمحت؟ إيه تعازينا لك مرة جديدة إذا ممكن نحكي مع والدك. خليني كمل لك نقطتين بس. تفضل. حضيت بالأب هنيك وصهره وابن عمه هنيك تعرفت عليهم، صار حوار بيني وبينهم قدام بالمخفر قدام العسكرية. قلت له حضرتك أنت اللي هدتني وقتلت لي ابني. قال لي لا انا قتلت لك ابنك. قلت له لا ما انت قتلته، بس انت جبت ناس يقتلوه. قال لي لا ابنك اجى على السطح وفكر انه اسيل باوضتها، عم ينط من السطح على عندها على الاوضه، هو صاحب البنايه، اخر قاعد باخر طابق في فوق منه روف نعم الروف السطح مسكر مغفل هون مغفل. كيف هذا قدر طلق فات على السطح وبده ينزل لعند بنتك؟ قال هو بده ينزل لعند أسيل وزحط ووقع تحت. قال هو ما عارف أبوها، قال وداها على دوحة عرمون، ما بعرف لعند مين، لعند قرايبينه يومين ثلاثة. هو قال مبتكر هيك، بس هو كان بتلفنت له أسيل حكي ابن عمه يوم الاثنين، قالت له بتقول لك أسيل جيب المحابس معه لأنه اعتضاها، ايه جيب المحابس نعم. يوم الـ يوم الـ يوم الجمعة بيتحمم وبيمشط شعره وكذا، بفوت بيلاقي أمه عم تصلي، بس خلص الصلاة قال أعطيني المحابس، عطته المحابس، قالت ردي علي، قالت له الله يرضى عليك بس خلي ابوك يترضى عليك. مرقت على ابوك قلت له رايح على بيروت، قال لا ابوي بتعرفي نعم ما بيرضى بالهين. في حدا هلا موقوف رهن التحقيق؟ تركون حققوا معه. لقال لي كمان شغلي صهره اللي كان يهددني كمان حضيت فيه هونيك، بيقول لي انا كنت انا وياه من الساعة 8 للساعة 9:30. قال ابني سامر كان عم يشرب نص كافيه ب على البحر نعم. قال هو تركوا 9:30 وهن بحبوا سامر يعني اللي كانوا يحكوا معي وعم بلهجة التهديد صهره او ابن عمه. قال لي انا يوم الاثنين قالت له تعا جيب المحابس تعا بدي نكتب الكتاب. شو اسمه فينا نحكي مع حسن خيو لسامر ممكن؟ لانه عم بيقولوا لنا الست الوالده ما عندها، عم بيقولوا لي الست الوالده ما عندها ايربيس، يمكن اذا بنعطي الميكروفون لحسن عم تقدر تسمعنا؟ ما فيها تسمعنا الا من السماعات. بشكرك عم، شكرا لك وتعزينا مرة جديدة. ام سامر تعزينا لك، يعني بنعرف قد ايه الوضع صعب لتحكي عنه بهالقد فترة قصيرة.
سامر يعني سقط ضحية من كم يوم فقط. أنا اللي بدي أسألك إيه، ليه كان في رفض لسامر من عيلة البنت اللي كان بحبها؟ أنا باعتقادي كان في رفض لسامر لأن سامر كان شاب مخلص لإلها. أنا عندي وجهة نظر شوي مختلفة بالنسبة لموضوع البنت. سامر حبها من قلبه وأخلص لها ومن قلبه كان بده إياها. هي ما بعرف كانت مشاكلها كتيرة وكان في أشياء كتيرة بتشوش على أفكارها وعلى مبادئها. إحساسي أنا هيك كأم من أحاديث كان يحكي لي إياهم ابني إنه هي كانت عم تلعب على الحبلين على ابني. نعم. وعلى جوزها. هي طلقت أو ما طلقت؟ هي متزوجة بعدها؟ هي طلقت. طلقت. لا طيب. هي مطلقة. طيب. نعم. ستنا يعني سيدة مطلقة ليه بدهم يرفضوا شاب مثل سامر؟ هي ما كان بدها إياه أو الأهل هن اللي كانوا ضاغطين عليها لما تشوفه؟ هلا هيك انا في شغله في قصه مثل ما تفضلوا حكي ابو حسن في قصه ارض هي ورثتها عن امها. نعم. وفي طمع فيها يعني للبنت بس توصل للقتل بهالموضوع. توصل القصه ل يعني يقتلوه لسامر يعني احتمال انه يكون فعلا زحط. هذا اللي نحن لا 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 ابدا ابدا ما زحط ابدا ابدا زحط؟ يعني لا لا. مثل ما بيقولوا اخوت يحكي وعاقل يسمع. نعم. مش ممكن كيف بده يزحط واكل ضربه على مقتله على راسه. الطبيب الشرعي بيقول انه الكدمات. نعم نعم. شو بيقول الطبيب الشرعي؟ نعم الطبيب الشرعي نحن عندنا تشكيك كبير بالتقرير تاعه كثير كبير. واقع بيقول انه واقع ونحن نعم. نحن لما عم نحمم ابننا نحن كان مبين علينا وين ابننا جايته الضربات جايته الضربة نحن ما بنفهم بالطب الشرعي وبينوا علينا. فكيف هالطبيب الشرعي المتخصص اللي هيدا هو اختصاصه ما شايف اللي نحن شفناه؟ نحن شفنا الكدمات والضربة ضربين ابني على منخاره ناطحينه براسه على منخاره وعلى جبينه ضربينه على مقتل ورا دينته وراجعين عضينه بايده مكسرين له اصابيعه. نعم ست ام سامر فينا بس لو سمحت رامينه. نعم بس بدي احكي بعد كلمه. نعم. وسؤال اخير مع خيه لسامر. نعم. فضل. شو رح تعملوا؟ شو هي الخطوات المقبله؟ نعم. شفنا مظاهره يعني من اصدقاء سامر، سمعنا صديقه المقرب منه نزيه ياسين عم يحكي وعم يحكي عن خطوات في حال ما تم التحقيق. نعم. الجدي في هذه المساله. بدي اسال لو سمحتي خيو. نعم. خيو لسامر شو هي الخطوات المقبله اللي رح تقوموا فيها؟ نعم نعم يلا لحظه بدي اطلب منك تعطي الميكروفون كمان لو سمحتي حجي. شكرا لك. نعم مساء الخير حسن. نعم. كنج. نعم. وتعزينا لك. شكرا شكرا. خطواتكم المقبله شو هي؟ شو رح تعملوا بالتحقيقات يعني ستستمر يعني في هذا المسلك ام تعتقدوا بعد طرح هذه القضيه على الاعلام والمظاهرات ممكن يكون في جديه اكبر؟ نحن مسالمين واللي حكيته انا قبل بعدنا على اللي حكيناه انه نحن مسالمين القصه كلها للدوله اللبنانيه ونحن التحقيقات كلياتها والدولة هي اللي بدها توصلنا لحقنا. بس بدنا ونحن كنا هلا انا وصلت من بيروت، انا نزلت على مستشفى الرسول الاعظم واخذنا تقرير تحليل البول والدم اللي بين انه اخونا ما كان يعني ما كان بحال سكر اما اي شيء يعني لا شارب ولا متعاطى اي شيء. ووصلنا كمان للتحريه وبكره عندنا لقاء معهم اللي تبين بده يساعدونا كثير واللي تبين انه مستغربين من امور ما وصلت ما كانت عندهم وما عارفين فيها. الطبيب الشرعي انا كنت عنده، الطبيب الشرعي اللي حكى لي واللي بين لي انه يعني شغله انه هو ما بيقدر يقرر من عنده انه شغله الامور اللي نحن شفناها على الغسيل غسيل الجسمان انه هيدي ما تكون من الوقعه، بس هو بيعطي نظره انه اللي بده يوقع
بده يشلح حاله، اما بده ينتحر بيوقع بكسر اجريه، بكسر سلسله ظهره، بيكسر راسه، اذا نزل على راسه بيفجر راسه. بهي الامور كلها ما في منها. والاستاذ اللي قعدنا معه بالتحقيق اليوم يعني متاكد انه السطح مقفول بقفل. نعم. والمفاتيح اللي كان مع سامر، مع خي سامر، ولا مفتاح من المفاتيح قدر يفتح القفل. تقييمك كان بالبيت موجود بقلب بيته، محل ما اهله عايشين وموجودين بالبيت، يعني معقول يروح على قلب البيت؟ نحن هذا التحقيق هو اللي بيقدر يكشف الامور، اذا انشلح من عندهم على البلكون ولا كان طلعوه على السطح وشلحوه عن السطح. لانه السطح مقفول والمفتاح بده يكون واحد من البنايه معه المفتاح حتى يقدر يطلع على السطح. نعم. نحن بنوعدكم انه سنتابع هذه القضيه معكم للاخر، ونتمنى انه التحقيقات تكشف على القليله ملابسات، ما في شيء بيردوا لسامر. انا بدي بليز. تفضل. اوكي اكيد بليز، بس دقيقه بليز. فضل. بس دقيقه. نحن الشباب من يومين طلعنا، يعني انا وقت ما جيت استغربت لقيتهم تحت، انا ما كنت محضر شيء، بيت الكنج ما كانوا محضرين شيء، وهذا انا حكيته انه نحن ما كنا تفاجأت برفقات خي سامر انه كثير متضايقين وبدهم يطلعوا، اما عشان هيك ما حبيت اكسفون انا. نعم. وانا اللي حكيته على الكاميرا. نحن لا طائفيه ولا لنا سياسيه، خيي من لحمي ودمي مات، انا بدي اعرف بس الحقيقه. طيب بدي اقول لك شغله، اسمح لي واسمعني منيح. عم بيقولوا لي انه معي اتصال على الهاتف من زوجة لاصيل اللي طلقها، رح اخذ اتصال على الهوا من زوج اصيل، خليك معي، بعتقد انك فيك تسمع الصوت عبر السماعات. مساء الخير. يبدو انه انقطع الخط. يعني انا جوز مين؟ بليز جوز مين هيدا؟ جوزة لاصيل. انا ما بعرفه. نعم. انا ما بعرفه. هو اتصل وله حق الرد لانه تم ذكر اسمه. اوكي انا معك، بس انا للشخص ما بعرفه. نعم. يعني لا بالشكل ولا بالاسم، انا ما بعرفه للشخص. الوالد قال قبل شوي ذكر اسمه. ايه. بعتقد مشان. نعم. هيك على كل حال له اي شخص ذكر اسمه له حق الرد. التهديد مزبوط، التهديد كان عند الوالد بالمحل من قبل طليقه وابوه. انا عايش برا، انا وصلت تاني نهار الجريمه. نعم. جيت بالطيارة، انا ما شفتهم وما بعرفهم. لا بعرف في اشكالهم. صحيح. ولا كان التهديد وقت ما كنت موجود، بيي كان موجود وتهدد. نعم. الوالد عطى اسمه رمزي حسن حيدر وهو اتصل فينا ونحن حاولنا نطلعه على الهواء، بس يبدو انه الاتصال انقطع. على كل حال في حال اي شخص من اللي ورد اسمه خلال الحديث حب يرد، حق الرد طبعا مفتوح للجميع. انا بدي اشكركم جميعا، عائلة سامر كنج، واتمنى لكم يعني انه تعرفوا الحقيقة تنكشف بأسرع وقت ممكن أمام اللبنانيين جميعا، ونحن طبعا سنتابع هذه القضية معكم. ومرة جديدة تعزينا لكم فاصل مشاهدينا في هذه الحلقة من انترفيوز، ونعود إلى ضيفنا في استوديو دكتور محمد شطح. دكتور شطح، مأساة إنسانية شفناها ممكن تتكرر كل يوم ببلد مثل لبنان، عشائري طائفي مذهبي، مش عايزة خبرك عن معاناتنا، بس يعني شو بتقول لما تشوف فاجعة من هذا النوع بقصة حب؟ يعني بدأت القصة، كيف بتوصل الأمور لهون؟ شو الحل؟ تعرفي وهي مش تأثير السياسي كمان؟ طبعا لما تروح ضحية شاب مثل هيدا بحد ذاتها يعني شغلة محزنة جدا، لما بتكون جريمة قتل بالطريقه اللي بتحزن اكثر، اذا كان في وراها قصه حب بتحزن ثلاث اضعاف. ما بيقدر الواحد يعلق الا ما يقول هيك، بس اذا بدي اقول شيء، انا لما سمعت الوالد والاخ خصوصا عم يبعدوا الموضوع الطائفي، لان فعلا شيء مهم هيدا انه الواحد يحطه بموقعه هالحادث المؤلم. في اشخاص اشرار وفي اشخاص مستعدين يعملوا هالنوع من الجرائم، مهم انه نحطها بمحلها، مهم ايضا الدولة تقدر تحطها بمحلها عن طريق خطوات قضائية بالتحقيق وبكل
جوانب القضية بشفافية تتقنع الناس أنه الحق بالآخر بيوصل لأصحابه، وبالتالي أي تداعيات تاني يعني مذهبية أو غيرها ما تنتج عن هيك حادث بالفعل مؤلم. سوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، حتى امبارح تلفزيونات بمطلع نشرات أخبارهم كان الموضوع أنه العشق الممنوع في لبنان، العشق الحرام ما بين الطوائف. البعض بيشوف، وهون بدردك على السياسة مباشرة، أنه هذا الخلاف اللي استفحل ما بين حزب الله وتيار المستقبل هو الأساس والمشكلة الأكبر. حزب الله حزب مسكر يعني مذهبي من طائفة معينة، تيار المستقبل أكترية قاعدته سنية، لما هالحزبين بفوتوا ببعض بمشاكل وبخطاب نبرته عالية، هيدي النتائج على الأرض على الناس، وهيدي انعكاسها خطف وقتل وغيره. خليني ذكرك بول وذكر المشاهدين أنه إذا في أسباب هيكلية وأساسية ويعني بتيار المستقبل، لأنه شوقه كحزب هي فعلا عكس ما اللي عم تفضلي فيه. تيار المستقبل شاف حاله بالبداية، نظر لحاله أنه عابر للطوائف، وفعلا بأشخاصه بالناس اللي موجودين بقياداته هن هيك. بس بدي أقول أمر تاني، ليه في خلاف مع حزب الله؟ ما عم اربط هالموضوع طبعا بحزب الله، ولكن ليه في خلاف؟ لان حضرتك ذكرتي الخلاف المستفحل. نحن من البدايه عم نحكي من سنوات وسنوات شفنا في مشكله كبيره وحقيقيه بهالبلد، لما بيكون في مجموعه لبنانيه بهالحاله حزب، وايضا حزب باغلبيته اذا ما كله ينتمي الى طائفه او مذهب معين، بيكون عنده قوة عسكرية خاصة فيه مع وجود الدولة إلى جانب، وبيكون هالحزب عنده استقلالية بالقرار، وبيكون عنده ارتباط عضوي واستراتيجي وحلف معلن مع آخرين في الخارج. وبدولة صرنا سنين وسنين بهالبلد عم نجرب نقويها، نتيجة هالشواذ الموجود، هالأمر الشاذ عن أي مفهوم للدولة، نتيجته مش بس خطر من الخارج، ونحن دايما بنقول في خطر لبنان يتعرض لحروب تانية، ومش بس خطر على الدولة اللي هي عمود فقري بأي وطن، وبلبنان أساس بسبب تعدديته، كمان بتشكل خطر على التماسك الوطني المذهبي والطائفي. هالثلاث أخطار على الأرض، على الدولة، وعلى التماسك الوطني على الوطن، شايفينها من الاول. وبالنادي او بالاحرى بنتوجه لحزب الله من اليوم الاول، بنقول هالبلد هيدا ما ممكن ينهض، ما ممكن يكون بلد مثل ما بنطمح له، ما ممكن يكون السلم الاهلي موجود وشبابه وبناته قاعدين فيه وعم يلاقوا شغل هون وعم ينهضوا فيه، ما ممكن بوجود هذا الوضع الشاذ. هالاشكاليه مش تيار المستقبل، هي اشكاليه بولا بين حزب الله وبين الدستور اللبناني، بين حزب الله وبين الوطن الواحد الطبيعي، بين حزب الله والقيمين على الدولة والدستور. مش موضوع خلاف بين مذهبين ولا خلاف حتى بين حزبين. حزب الله الحزب السياسي نحن شركاء معه، حزب الله الميليشيا المستقلة عن الدولة ما ممكن يكون معه، حزب الله الحزب اللبناني يلي معظم إذا ما كل أعضائه من الطائف الشيعية لأن أخوان لنا ما في إشكالية معه، بس لما بيكون بحلف معلن واستراتيجي مع دولة إقليمية مهمة بنزاعات حقيقية بالخارج وبالإقليم، إيه بتعرضنا لخطر. ولما بيكون حزب عم ينادي كل يوم بقاعدة شاذة اسمها جيش ومقاومة، هل قاعدة هاي عم تقول للتماسك الوطني أنت مش مهم، للبلد كبلد أنت مسرح، البلد هيدا مسرح لأشياء تانية أهم منك، أهم من البلد، أهم من التماسك، أهم من طموحات اللبنانيين، وأهم حتى من مشاركتهم بالقرار، لأن القرار بيطلع استئساري. هاي إشكالية حقيقية يلي عم يجرب يقول أنه في مجموعتين بالبلد اسمها سنة وشيعة عم يتخانقوا، أو بيقول في تيار مستقبل وحزب الله عم يتخانقوا، أو بيقول في إيران وأمريكا أو السعودية عم يتخانقوا. مش صحيح، نحن مش أقرب لأمريكا من قربنا لإيران، ولا نريد من طائفة أنه تضغي على طائفة تانية، ولكن مقتنعين أنه المسار
يلي صار فيه إصرار بعد أن انكفأت الإدارة السورية عن لبنان ب 2005، لما صار فيه إصرار على إبقاء البلد على هالصورة هاي لأهداف كبرى، يمكن أهداف حتى إلى أبعاد نووية، إيديولوجية أو نووية أو قومية أو بغض النظر، ولو كانت حتى كلها عن حق متعلقة بالفلسطين. خليني أفترض وأنا مش مقتنع، ما بيكفي، ما بيكفي حدا يرفع علم الإسلام أو علم ولاية الفقيه أو علم فلسطين ويقول أنا بقرر عن اللبنانيين وهذا الوطن اللي في 4 ملايين إنسان وهال 10,000 كيلومتر هن ساحة مهمة جدا لقضية أخرى. عظيم. هذه الساحة دكتور، مع أنك ذكرت أنه لا منه انعكاس لبنان لخلاف إيراني سعودي أو إيراني أمريكي، بس البعض بيعتبر لما كان في سينسين ولما يصير في تقارب إيراني سعودي أنتوا كمان بتروقوها بالداخل، تنسجموا مع هذا التقارب، ومنشوفهم أصحاب وأحباب وربما حلفاء في الانتخابات وتحالفات عريضة، ما بتعودوا ملف سلاح بتحطوه بالجرور بتضبوه، ما بيعود أولوية ما بينحكى فيه، حتى البعض بيستعيد شرعي ومؤقت وغيره ربما، وحزب الله بملف كمان التخوين اللي بيطلع لكم اياه أيضا موسميا للرد على ملف السلاح كمان بيضبوا، ففي إمكانية للتلاقي على إيقاع الخارج، ليه ما بيصير في تلاقي على إيقاع قديه لبنان صار وضعه بالحضيض؟ هيدا تماما اللي عم نسعى له باولا من خريف كيف 2006. كيف عم تسعوا؟ مستعدين تتنازلوا شيء من خريف يعني 2006 باولا. من لما صارت حرب تموز والحزب قرر انه يستعمل صمود ابناء الجنوب، صمود رجال وشباب حزب الله يستعملوا حتى يبقي الساحه هاي محميه تمام للاغراض اللي هو بيلاقيها ضروريه لقضيه اكبر مني ومنك من البلد، لما اصر على هالامر استمر من خريف 2006 الى اليوم باداره هذه الساحه تيقدر يعمل هيك بتحالفاته بتموضعه السياسي احيانا ببعض العنف، ومرقنا بايام كان فيها استعمال محدود للعنف، لان اكيد حزب الله لا يريد ان يدخل بنزاع داخلي من اجل النزاع الداخلي. الوضع الاقليمي دائما بياثر على لبنان، فعلا بياثر على لبنان، ولكن خليني اقول لك شغله بولا، لما طلعت القرارات الدوليه بخصوص حزب الله نحن من البداية وعلى قناعة قلنا هذه مشكلة ولكن رح نقاربها كشركاء بالبلد، ندخل بحوار وطني. لا رح ندخل بحوار لحل هذه الإشكالية. القرار كان ولا يزال لحد اليوم، مع أنه نحن بمسار انحداري يلي اللبنانيين كلهم بعتقد بيعترفوا أنه وصلنا لإله، عم نقول لا نريد أن نحل ننتهي من هذا الوضع الشاذ والخطير واللي مكلف لنا أرضا ووطنا ودولة، لا نريد أن نواجهه بمواجهة بيننا، نريد أن يصبح حزب الله فعلا حزب ينظر إلى لبنان أولا، وأصبح لبنان أولا يمكن شعار فئوي، لبنان أولا واجب على كل لبناني وأكيد واجب على كل حزب لبناني وواجب على أي مسؤول بأي حزب لبناني. عندما حزب الله يقرر ومن قلبنا بنتمنى أنه يوصل لهالتقييم أنه المخاطر على هالبلد يلي عم تنوضع عم ينوضع فيه من جراء هالأجندة الكبيرة مش بس كبيرة وأخطار حقيقية وعم تهرده أخطار مع الوقت لن تبقي في لبنان ما يمكن استرجاعه. هذا كلام وأنا ماني معروف عني المبالغة، أنا شايف أنه مسار الانحداري اللي ماشيين عليه ومش من سنة وسنتين أكثر إذا استمر ما رح نوصل للمئوية الأولى بسنة 2020 لعمر لبنان، ولبنان يلي منعرفه باقي وممكن عودته والنهوض فيه. هالخطر هيدا أكيد معظم اللبنانيين شاعرينه بما في المسلمين والمسيحيين السنة والشيعة والموارنة، والبعض بيخافوا كتير انه قبل حتى 2020 ربما. بس دكتور بهيدي النقطة اللي قلت فيها حضرتك انه يعني المخاطر الخارجية اللي جاية على البلد ممكن ما تخلي شيء، بيتهمكم فريق حزب الله مباشرة انه انتو عم بتساهموا بهذه المخاطر، انتو عم بتخلوا العرب ما يجوا على لبنان، انتو عم تدفعوا باتجاه حتى القرارات الدولية اللي صدرت تستهدف حزب الله، انتم ساهمتوا فيها،
انتو جبتوا بعضها، انتو ضغطتوا من اجل استصدار بعض الاخر، فهكذا توضعون في هذه الخانة الدولية وفي خانة التخوين. اذا في شيء بينوصف فيها البلد ايام انه في اباحية بالاتهامات، والاباحية بالاتهامات جاي يعني للرد على اشياء صحيحه، اتهاماتكم حتى يعني صحيح. مشان هيك لما بتصير موضوع اتهامات واتهامات مضاده، بصير في يلي بيتسمى بالانجليزي مورال ايكوفالنس، انه اثنين عم متخانقين مع بعضهم بيزهقوا الناس من من السجال. لا يعني اذا انتم بتضبوا قصه الملف سلاح والدويله بيضبوا هن بالملف. احنا مش موضوع سلاح والدويله موضوعنا كحزب، مش موضوعنا، لان عندنا هيك مشكلة فيه ومشكلة شخصية أو حزبية. نحن مقتنعين أنه جزء مهم وليس كل القصة، جزء مهم من الإشكالية في لبنان يلي سنة بعد سنة عم تزيد، جزء مهم الموضوع المتعلق بالسلاح والأمن، انتشاره، التماسك الوطني ضعفه، وصعوبة معالجة أمور أخرى بسبب هذا الوضع الشاذ. فنرجع نستكمل معك ونرجع إلى المسائل الأنية، اجتماعات اليوم ماذا تعني، وبكرة شو محضرين، بأي روحية رايحين على الاستشارات بعد هذا الفاصل الإعلاني. مع الوزير محمد شطح، اليوم قال الوزير سليمان فرنجي أنه طالعين باسم موحد إلى الاستشارات النيابية، ما قال أكيد شو الاسم، بس تعتقد حسموا قرارهم وكمان مخبيين الاسم مثلكم؟ لما رح يطلع قرار من عنا رح يطلع نقول الاسم، رح نقول الاسم. بتعرفي في بولا في جانب مني وأكيد مكتار بينبسطوا لما بيكون في على الأقل غموض. لا بعد 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 جوانب الديمقراطية اللي فقدناها، لأن بتعرفي هاي ديمقراطية؟ عم قول بعض جوانب، لأن في أشياء كثير أساسية بالديمقراطية مش موجودة، مشان هيك على الأقل إذا الصورة موجودة الفريم تبعها موجود. نعم. المفاصل الدستورية طبيعية والمفروض توصلي عليها وتعبري. نحن كل معبر أزمة. إن كانت انتخابات نيابية أو رئاسية أو حكومة أو تمديد نوصل لأزمة. بتعرف شو بذكرني أيام بالسير ببيروت لما بتلاقي بتقاطع طرق ويجروا أربع سيارات، أزمة، لأن القواعد يا أما مش موجودة أو غير محترمة، وبصير شو أزمة، محاولة معالجة الأزمة، أحيانا حوار بالعيون وكثير أيام تأخير. النظام اللبناني عم يصير هيك بكل مفصل. خلينا نسترجع الماضي، مش لأنه ما في قواعد بس لأن عم نختار، لأنه ما بتحترموا إشارات السير. هلأ بهذه الإشارة نعم. اللي هي الاستشارات النيابية الملزمة نعم. لح يطلعوا الجماعة باسم واحد، يقال إنه الاسم قد يكون مجددا رئيس نجيب مئاتي. هل أنت بهيك أجواء؟ وإذا كان مرشحهم نجيب مئاتي ما بيحرجوا بتعتقد يعني وليد بيك جنبلاط بأنه يمشي معهم يرجع؟ للأسف ما اتصلوا فيي وقالوا لي شو قرروا، إذا كانوا قرروا على اسم في تسريب. نحن بالنسبة لنا بغض النظر عن مين رح يسموه، نحن داخلين بهالاستشارات بعد ما استقالت الحكومة بفكرة إنه هاي ممكن تشكل فرصة وبنعنيها، لأن من سنة مثل ما قلت من شوي عنا كان وضوح بذهننا شو المطلوب بهالوضع الخطير في لبنان. المطلوب اللي كان مطلوب آنذاك أصبح مطلوب أكثر هلأ، وخصوصا أنه في استحقاق انتخابي بالإضافة للأخطار اللي كانت موجودة وزادت. شو الشيء اللي بنتمناه؟ خلينا نقول شو الشيء اللي رح نحاول نعمله من خلال الاستشارات، أنه فعلا يكون في تسمية جدية بشخص جدي وقادر يقوم بالمهمة. تسميتكم عم تحكيني عن تسميتكم، لأنا سألتك عن تسميتكم لثماني أذار. ما بتحرج وليد جنبلاط أنه يمشي ساعتها مجددا بالرئيس مئاتي في حال كان هذا مخطط؟ أنا بصراحة ما بقدر شوف وليد بيك جنبلاط هلأ راجع على المعادلة اللي كانت موجودة، وشخصيا ما بقدر شوف الرئيس مئاتي بعد ما كان عنده مجال الا يستقيل من تلك الحكومه يرجع يعيد التجربه نفسها. انا مشان هيك بشك جدا ولا الرئيس مئاتي اذا كان رئيس مئاتي او وليد بيك جنبلاط يرجعوا يعيدوا التجربه الفاشله. بستعمل كلمه يعني بياخذوها علي انه سلبيه كثير، بس ما في كلمه ثانيه بقدر، وما نعم احول على الاشخاص
عم احكي على التجربة، وهذه الحكومة ما قدرت تقوم بالمهمة والمهمات تبعتها، وإذا يعني بالآخر سقطت تحت وزنها هي، فاستعارة هذه التجربة بتكون يعني خطوة سيئة بالنسبة لنا. يسموا يلي بيريدوه، نحن في وضوح التسمية رح تكون من شخص مدعاة لثقة الأطراف بشخصه وبتركيبته وبماضيه وبحاضره وبشو ممثل. اثنين، الحكومة اللي منشوفها جاي بمهمتين، في مهمة واضحة انتخابات، بس الحكومة هي وعم تحضر للانتخابات وعم تشرف بالانتخابات، ما انا قاعدة ومسكر عيونها عن الأخطار التانية اللي بالبلد. شو هي الأخطار التانية؟ يعني الأزمة السورية مثلا وانعكاساتها على لبنان، سياسة النقي بالنفس، هيدي مسائل كمان فيها استحقاقات. في ثلاث أخطار واضحة، في خطر مباشر من تداعيات ما يحدث يعني على الحدود، وإذا كان عم نحكي على دمشق وحمص يعني 10 دقائق أو ربع ساعة عن الحدود اللبنانية. نعم، تداعيات هذه الحرب المدمرة وما بالنسبة لنا يصر عليه النظام من استمرار هذه الحرب، له تداعيات أمنية حدودية من عنف واختراق للحدود، يجب على الحكومة ولو كانت حكومة انتخابات أنه فعلا يعني تاخذ الخطوات اللازمة بتأييد جميع اللبنانيين، ونحن مستعدين لهالتأييد. المهم الثاني، تداعيات الأزمة اللبنانية قلنا على الحدود، ولكن لا نريد لهذه الأزمة أو للاختلافات الباقية بين اللبنانيين حول سوريا وحول إيران وحول حزب الله، ما منريد بتلك الخلافات أن تنعكس تفجير داخل الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية المزيفة. يعني إذا جبنا السياسيين إذا جبنا في يقلك إن حزرت، لا بس عن جد أنا ما عندي فكرة وحضرتك ما قلت لي. نعم بس مواصفات، أنا ما حزرته كأنك بس فضلي. عم بتقل النائب تمام سلام. لا أنا عم أقول يا اللي ما سميته يا بولا، أنا ما قدرت أحزرت بس أنت يمكن تحزري عم من مواصفات اللي عم تحكيها. خليني أقول لك شغلي، أنا عم أحكي على تداعيات انقسام الانقسام السياسي الكبير في لبنان، أنه يتحول لانقسام داخل الحكومة. نحن نتذكر في حكومتين أو ثلاث حكومات قبل هالحكومة كانوا حكومات وحدة وطنية، شو صار فيهم؟ ما كانت حكومات وحدة وطنية مبنية على قواسم مشتركة حقيقية. جعل الانقسامات الباقية، وهذه ستبقى، ما رح نحل كل الانقسامات مجرد أنه في حكومة، أنه نجيب هالانقسامات ونحطهم داخل الحكومة بتكون وصفة لتفجير الحكومة وجعلها عاجزة عن القيام بدورة. يعني بتكون جيبوا رئيس الحكومة، بتكون جيبوا الوزراء صرتوا بهالحال. مش نحن بدنا نجيبهم يا بابا. بالمواصفات اللي عم بتحطها أكيد. دكتور كأنه عم بتقولوا بتكون تختاروا الوزراء وانتو ما عندكم أكترية. الوزراء يختارهم أو بيشكلهم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، طبعا بدهم يستعملوا يعني بعد الوزير، إذا بدهم يردوا وزير الدفاع هو ذاته، بدي أفترض بدهم يردوا وزير الاتصالات نفسه، وزير الطاقة نفسه، عندكم مشكلة كفريق؟ عندنا مشكلة بأنه تكون حكومة سياسية من هالنوع، من عندنا أو من عندهم، يعني من عندنا أو من عندهم لسبب وجيه. يعني كل اسم رح يكون أزمة، رح تشو تفلوه تفحصوا له دمه إذا منه لا من عندكم ولا من عنده؟ لا مش هيك، مش هيك، بتعرف اللبنانيين بيعرفوا، بيطلعوا على 24 شخص أو يلي العدد يلي هو، وبيقول هيدي حكومة فعلاً ما رح تتصرف كفريقين ناطرين ينطوا على بعضهم داخل قاعة مجلس الوزراء، وبالنهاية ينعكس هالانقضاض على مين؟ على اللبناني، على وضعه الاقتصادي والأمني وكل شيء. بصراحة وليد بيك جملات ممكن يكون معترض على تمام سلام؟ ما بعرف، ما بعرف، بس أنا بقول الأشخاص كلهم اللي ذكرناهم من النوع يلي أنا ما بعترض عليهم. حكيتوا ما سألتوه؟ لا ما سألتوه. إذا عنده فيتويات معينة، إذا عنده. أنا قلت لك من الأول، مع طبعا دايما الواحد لما بيكون فيه هيك تسمية شخص، إن كانت ملكة جمال أو رئيس حكومة، بيكون فيه اهتمام بالشخص، وفعلا أنا بعنيها أنه ما في عنا اهتمام أساسي بالشخص، عندنا اهتمام أساسي بالمهمة. وأنا قلت بس بدي كررها مرة تانية، طبيعة الحكومة لما بتكون مكونة من أشخاص عندهم ثقة الناس، نعم، وبتكون المهمة معروفة ومعلنة أنه هي مهمة مش بس انتخابات، هي تنفيذ القواسم المشتركة الموجودة نعم. بينه وبين خصومنا، يعني موضوع الأمني،
شوارع المدن اللبنانية، الحدود اللبنانية، الإدارة اللبنانية اللي صارت مشلولة، هيدي أمور لا يجب أن تكون رهينة لخلافات بين فرقاء الحكومة. لازم يكون فريق عمل وليس فرقاء يحولوها لمشروع فاشل مثل ما كانت الحكومة. ما بقدر اسحب منك شيء اليوم، لا بدي اوعد المشاهدين لحاول بعد اكثر بعد هذا الفاصل. دكتور شطح، عم بيسالوك ربيع القادري، لماذا التمديد لمدير فرع المخابرات؟ لماذا يحق له ولا يحق للواء ريفي؟ لماذا التهريج على الشعب؟ بده يسال اللي عرضوا التمديد. وفعلا مع انه التمديد كمبدأ عام الواحد بده يتجنبه. انا بعتقد الوضع الامني في لبنان، وضع قوى الامن الداخلي، تاريخ قوى الامن الداخلي، الدور اللي عم يلعبه لواء ريفي بخلي هالاستثناء او الاستثناءات اللي طلعت بالاقتراح القانون بعتقد شيء جيد، ويمكن الرجوع لها ان شاء الله بالفترة الجاية. يعني عندك امل انه يكون عائد؟ أكيد بتمنى اللواء ريفي يلعب الدور الكبير اللي بيقدر يلعبه، لعبه ولازم يدل يلعبه، إن كان بهالموقع على موقع تاني ما بعرف. وماذا عن قائد الجيش؟ هل أنتم مع التمديد لقائد الجيش؟ نعم، نحن الاقتراح اللي راح على مجلس النواب في قائد الجيش طبعاً. نعم صحيح. هو طبعاً تغيير سن التقاعد، يعني تنكون دقيقين أكثر ما هيك تمديد يعني بالمطلق، فتغيير قانوني يشمل كل من يعني يأخذ المركز هيدا أو المركز الثاني بالمستقبل. نعم، هذا التمديد في كتير عم بيخافوا أنه هذا رح يكون تمديد لكل شيء. حتى حكى عنا جنرال ميشيل عون بصراحة أنه ببلد يعني ليه بدنا نمدد؟ أنه ما في ناس أكفاء تاخذ محل موظفين طلعوا على التقاعد بشكل طبيعي. وفعلا سؤال يطرح لكم أنتم جماعة العبور إلى الدولة والمؤسسات والدفاع عنهم، ليه بتكون تمشوا بمشروع تمديد؟ صحيح، كمبدأ عام الواحد ما بيروح للتمديد. مثل ما قلت، في تاريخ بهذه المؤسسة، في وضع استثنائي في لبنان، خلينا نكون واعيين ومنعرف شو رمزية اللواء ريفي، منعرف شو كانت رمزية وعمل اللواء الحسن. يعني ما عم نحكي بأوضاع عادية يلي نقدر نتعاطى معها بهيك على القلم والمسطرة. مشان هيك كان الذهاب إلى القانون، مش عم ينعمل شيء هيك غير دستوري وغير قانوني، عم يراح على القانون وعم يراح قاعدة عامة. طبعا الاستفادة منها بهالحالة، لأن هالحالة هي بتتطلب الاستفادة من موقع اللواء ريفي. ومثل ما قلت، نتمنى أنه اللواء ريفي دل قادر يقوم بهالدور، إن كان بهالموقع ولا أي موقع تاني. مشكلة القانون الأرثوذكسي يبدو أنه صار في هيك نوع من مقايدة في بكركي، الأقطاب المسيحيين اجتمعوا وتم القرار تعليق الأرثوذكسي ومقابل دفن أو انتهاء من الستين. فعلا يعني هل تقبلون بهكذا مقايدة؟ هل تجوز حتى يعني قانونا؟ كيف ترجمتها عمليا بمجلس النواب؟ كيف فهمت اليوم ما جرى في بكركي؟ ربما كانت مثل ما تفضلتي هذه مقايدة. شوفي، في أشياء كتير بلبنان عم تصير يلي غير اعتيادية. طبعا القوانين بكل الدنيا وبلبنان تنعمل تتصير قاعدة، ولما بتغيري قانون بتغيريه تستبدلي واحد تاني. وإذا عملتي أحيانا قانون لمرة واحدة، إذا شلتيه لوين بترجعي؟ للقانون اللي قبله. يعني حاليا في هيك شيء غريب، وكأنه نحن واصلين لفراغ. برجع على السيارات اللي بتفوت بدون قواعد بالتقاطعات اللبنانية. لا، في قواعد وفي قوانين وفي طرق لاستبدال القوانين، ونحن شاركنا لأسابيع وأشهر بطريقة مضنية محاولة الوصول لقانون ياخد أغلبية كبيرة ويمشي بمجلس نواب لاستبدال القانون الحالي. حاولنا حتى الأسبوع الماضي وحتى بالأيام الماضية لازلنا نحاول الوصول إلى هكذا قانون، وسنستمر بالمحاولة. أما على الطريق عم بتسجلوا كمان حلفكم مع أكيد باقي أكيد الحلفاء؟ أكيد، لأن بالنهاية نحن بحلف أكبر من قانون الانتخاب، بحلف أكبر من شيء آني وبروح. نحن بهالثمان سنين الماضية بحلف حقيقي وكبير وله مضمون، استمر وسيستمر. طبعا المفاصل مثل الانتخابات بتخلي فيه التباسات،
وبوجود هالمخاوف المذهبية والتخويف المذهبي، وخلينا نقول الأشياء مثل ما هي، في محاولة متعمدة بالبلد وخارج البلد لتخويف الناس، جعلهم غير مطمئنين لحتى هالخوف هيدا يستعمل بالسياسة، وهذا الشيء مؤسف وخطير، ويعني عم يهدد التماسك الوطني مثل ما قلنا في أشياء تانية عم تهدد. الفترة الجاية نعم رح نروح لقانون الانتخاب ونحاول الوصول إلى قانون انتخاب تيسير انتخابات على أساسه. شو اللي قبل، قانون الانتخاب أو الحكومة؟ لا أكيد الحكومة، الحكومة في عملية تسمية رح تصير بعد بكرة. لو فينا الليلة نوصل لقانون انتخاب كنا اليوم منروح من هون ومنعمل اجتماع. بما أنه حضرتك مع القانون في بيقدر الرئيس بري يدعي لجلسة عامة تجتمع، يعني بيجتمع مجلس النواب الهيئة العامة وبقر القانون، ساعتها إذا بده يندفن قانون ما بيندفن عبر طريقة بيقدر يعني القانونية. الرئيس بري بيختار كيف بده يدير هو مكتب المجلس، يعني المجلس النيابي، بس ما عم بيسيركن هون، ما عم بيدينكن موقف بهذه أنا المسألة. أنا اللي عم أقوله ما بدنا قانون الانتخاب يصير هو معيق لتسمية رئيس الحكومة أو لوضع سلطة تنفيذية مرة تانية بالبلد بدل الفراغ الحكومي. شو تصريف ولكن الأعمال شو ولكن ما في فراغ في تصريف أعمال، ولكن نفس الوقت ما بدنا موضوع مواضيع الأخرى تجعلنا ما نحاول نوصل لقانون انتخاب. بس في شهرين وجمعتين للانتخابات النيابية، بينما حكومة تصريف الأعمال الموجودة فيها تعمل انتخابات. يعني إذا أقر القانون بيقول الوزير شربل إذا كان مختلف بده 6 شهور، طب يعني ممكن تنطروا والبلد الكل اجمع انه مرتاح بلا حكومه، يعني ما يعني مفارقه بالعالم كله تستقيل حكومه بصير في ازمه، لبنان مرتاح البلد بلا حكومه اكثر من وجوده. يمكن على قد ما انحدرت الامور بالبلد صار الناس بتتقبل كل شيء بما فيها تصريف اعمال لاشهر واشهر واشهر. لا هذا الشيء مش مقبول، وما بنعرف بكره او بعد بكره لا سمح الله او بعد شهر شيء له علاقة بنازحين سوريين أو شيء أمني أو شيء يصير بالبلد يلي بيتطلب اللبناني يتطلع بحكومته ويلاقي حدا ماسك الديركسيون. بس عفوا هالسيارة بولا عم تنزل البريكس الفريم رميت يعني مشكوك فيهم، وعشرين ايد موجودين على الديركسيون ولا حدا عم يسيرها. مشان هيك احسن يمكن بلا حكومة. لا شلت العشرين الايد والبلد وتركتها وانت قدامنا مطب كبير او مهوار كبير اسمه الوضع السوري، الوضع الامني، تماسك الوطني. مش احسن في شيء نقدر نعمله احسن من هالوضع الشاذ بانه قاعدين نص وقتنا بتصريف اعمال زياده؟ وانا هون بقولها بطريقه واضحه، على الأقل نص اللبنانيين ما عندهم ثقة بجزء كبير من الوزراء. هيدا دائما عندك نص مش راضي على القليلة. هيدا اللي بهالفترة هاي ما فينا نتحمل حكومة نص اللبنانيين ما عندهم ثقة فيها، وأنا بقلك هالحكومة هاي أغلبية اللبنانيين، حتى بعض المشاركين فيها بيطلعوا كل يوم بيقولوا هالحكومة فاشلة ولازم تتغير. لا يمكن بهالفترة الخطيرة هاي نقبل بشيء أقل من سيفتي نت، شبكة أمان مبنية على قواسم مشتركة لا تطمح أو تدعي. مين هالسوبرمانية يعني؟ إذا مش سوبرمانية، رئيس مش سوبرمانية، مش بأشخاصهم. شو بتعمل بوزارات العماد عون بيقول إنه هيدي لازم تبقى معهم لأنه بلشوا عمل فيها ومفروض يستكملوها وما بيتنازل؟ ما بحتاج أعمل شيء مع أي حدا. الحكومة تشكل من قبل الرئيس المسمى طبعا. ورئيس حضرتك أدرى مش هيك بيصير ست بولا. هيك بصير لما منتبع القواعد. قد ايه قعدت رئيس مئات 5 شهور كرمال؟ نعم. يعني منشان هيك كرمال مقعد منشان هيك بولا. يعني الاشخاص بلبنان عندها فيتويات. صحيح. بتعرفي اي متى؟ لما بتفوتي بحكومه محاصصه، لما بنعمل هالحكومه حكومه سياسيه مبنيه على المحاصصه مش رح نقعد 6 شهور. بس منين بدك مش رح نقعد 6 شهور، رح نقعد اكثر. منين بدك تجيب الاشخاص بعدين؟ بمجرد ما انتم كطرف تسموا نعم. شخص صار مش رح نسمي هذا أشخاص الشخص. رح نسمي حكومة بأشخاصها وبمهمتها، غير حزبية، غير مرشحة للانتخابات، أشخاصها. ما حدا يقنعني إنه بهالبلد يلي فيه هالتالنس الكبيرة ما رح نقدر نلاقي 20 أو 24 شخص ما عندهم ثقة الناس وموهبة كافية. إن إذا وصلنا لهون لا إذا جبتهم خليهم، ليش بدك تستبدلهم إذا هالقد
حجمهم مهم والكل بيوثق فيهم، ساعتها حرام هو اللي يكونوا لفترة انتقالية. إذا اللبنانيين بعد الانتخابات ما فيك تخليهم، ما عم تخليهم يترشحوا لهؤلاء. إذا اللبنانيين بعد الانتخابات كتير لقوا هيك حكومة ناجحة، يمكن يرجعوا ينجوا هيك حكومة، لأن ربما الأخطار بتتطلب استمرار هكذا حكومة، وأنه أفضل ما ندخل بعملية محاصصة جديدة إلى أن نتوصل إلى تفاهمات كبرى. ما عم بتقولوا مطلوب وزراء لا طعم ولا نكهة ولا لون لهم؟ جيبوا مطلوب وزراء ما بعرف، يمكن تعودنا ما بيملكوا الجنسية اللبنانية لحكومة لبنان. وأنا فعلا بعنية إذا منا قادرين نعمل حكومة من النوع اللي عم وصفه، لازم نخصص الحكومات أو نتلفن له لبان كيمون، نقول له عفوا نحن منا قادرين انه شو معنى الديمقراطيه وشو معنى الدستور. صح. اذا ما عم نلاقي ناس يقوموا بمهمه متفقين عليها، وانا برجع بكرر متفقين عليها، ما بدنا نحط عند الحكومه مهمه سوبرمان يحلوا الاشكاليه بيننا وبين حزب الله بخصوص سلاح حزب الله، ولا طالبين منه يوفق بيننا وبين حزب الله على الموضوع السوري وكيف نحن منأيد او ما منأيد ما يجري في سوريا، او نتوصل لتفاهم عظيم بين 14 إدارة والجنرال عون على كل شيء. مش هذا المطلوب. إذا حطينا هاي المطلوب ما رح نتوصل لشيء ورح نبقى بدون حكومة. وإذا بقدرة قادر اتفقنا على المحاصصة دون تفاهمات كبرى اللي هي مستحيلة، رح نوصل لنفس التجربة. ورح اللبنانيين بعد كم شهر يقولوا حطيتونا مرة تانية بتجاربكم الفاشلة وادعاء الوحدة الوطنية وبيانات وزارية مضللة بتعرض البلد لمخاطر أكثر من شغل. الغد لنظره قريب، هالمرة فينا نقول الغد عن جد. صحيح. الاسم سيكشف غدا، إذن اسم رئيس الحكومة من قبلكم ومن قبل الفريق الآخر يمكن يوم الجمعة، ما هيك؟ ناطرين بعض بركي من قبل. طبيعة الحال يوم الجمعة بتبدأ الاستشارات، بكرة في اجتماعات عنا ب 14 دار، وبطبيعة الحال بكرة لازم يكون الاسم معروف لأنه وين بدهم يطلعوا ويسموا شخص واحد. أنا لو عندي هيك جريدة بكرة بحط موشات تمام إسلام، ما بعرف، منشوف. في بعض الجرائد حطت صورته بعتقد على الغلاف اليوم. شكرا على وجودك معنا الدكتور شطح، مستشار الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، شكرا على هذه الحلقة. أنا ما عم بختم، أنا بس بدي أخذ بريك لأن حق الرد لي زوجة لأصيل يعني رمزي حسن حيدر سيكون معنا بعد هذا الفاصل، وهو يريد الرد على الكلام اللي صدر عنه على ما أظن. رح نستمع شو عنده بعد هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة. نصل مشاهدينا الجزء الأخير من هذا اللقاء، وضمن حق الرد معنا السيد رمزي حسن حيدر وهو طليقة لأسيل التي كانت حبيبة المغدور سامر كنج. مساء الخير أستاذ رمزي. مساء النور، كيفك مدام؟ أهلا وسهلا بك. أول شيء بدنا نقول الله يرحمه لسامر ويصبر أهله إن شاء الله. وأنا بدي أوضح بس كم شغلة لأنه ذكر اسمي. أول شغلة، أنا مطلقة لمرتي من 31/11/2012. أنا ب 26/2 بيجيني مكالمة من سامر، ما كنت بعرفه ولا شايفه بحياة عمري، بيتلفن لي سامر بيقول لي معك سامر كنجو، أنا وعاوزك بكذا شغلة مهمة ومدري شو عن حياتك الخاصة. بنزل أنا بشوفه بسيارتي، بتفاجأ أنه بيقعد بخبرني أنه ابنك، ولازم ابنك بدنا ناخده بدنا نعطيه لمرتك ومن هالحكي، وبيتدخل بقصص بابني وما ابني. من الآخر تما طول عليك، أنا قلت له أنه أنا أنت وأسيل شو بدكم تعملوا عملوا، بتتزوجها بتطلقها بتصاحبها اللي بدك يعملها، وهيدا الحكي كله موثق على فكرة، وأنا بقدمه بكرة للقضاء. مسجلون يعني؟ ايه؟ مسجل؟ موثق بطريقتي انا، بكره المحامي هو بيتصرف لانه صارت القصه فيها اسامي وهيك، بكره ان شاء الله بنشوف. في بيقول لي، بقول له انا بتتصرف منك لقلق، انت واسيل بتتصرف منك لقلق، انا ابني ما حدا بيقرب عليه وما تقربوا صوبه، بتتجوز شو ما بدك تعمل اعمال. فبينزل هو من السياره بيهدده وبيشيله بيحطه، انا بعمل وبسوي ومدري شو. قلت له اوكي. ب 28/2 بروح انا وبيي لعند بيو على المكتبه بعد ما هيدا اللي صار بيني وبينه انا، ومنقول له انه ابنك هيك هيك عمل، وابنك عم يدق بالصبي الصغير اللي عم يحاول يحكي عن الصبي الصغير، انا هو واسيل يصطفلوا، انتوا اسيل بدكم يعملوا، نحن ما عندنا مشكله، نحن عندنا مشكله هالصبي ما حدا يقرب صوبه، وخصوصا هلا انه بتعرف هو عم يتوسط معك لتخلي الولد مع امه، مع امه هو. ايه وبده يصير هو ينزله قال هو يطلعه ما بعرف شو، يعني صار يحكيني اشياء غريبه عجيبه وشي خاصه بابني.
فأنا هيدي هي كل القصة. جيت قلنا له لبيو، قلنا له لبيو بالحرف إنه أنت الكبير وأنت بتمون عليه، ونحن أصلا جماعة من بيت حيدر من دير عمار وبنعرف بالقصص العائليه، بنيجي عند الكبير بنحكي معه لانه ابنك انه ما بدنا نحكي معه، نحن جايين عاملين لك قيمه يعني تنحكي معك، مش جايين نهددك. وانه بعد ابنك ما تخليه يقرب على ابني ولا علي، وانت واسيل الصفر منك لهم، انه بالنهايه نحن مره مطلقينه ما عندنا مشكله يعني. يعني هددته استاذ رمزي؟ مش هددته، انا عم اقول لك شو صار، عم نقول له ابنك هيك هيك اجى عم يحكي بقصه الصبي. انت ما بتقبلها اذا بيكون ابنك نحن عنا وبتجي انت بتحكي مع بيي، نحن بنتقبلها لانه انت جاي عم تحكي مع بيي، انه ابنك ما يقرب على ابني، ما يتدخل بابني لانه هو ما خصه فيه، يعني حتى لو صار زوجة لاسيل ما يتدخل بابني، هي مشكلتي انا كلها ابني، ليش بدهم يتدخلوا فيه؟ هيدي هي كلها. في شيء بيستحق القتل برايك؟ اكيد انا ما راح اقتله يا عمي، انا زلمه عايش بطرابلس ومطلقها للمره، ليش بدي اقتله؟ ولو عاقل يحكي ومجنون يسمع. لا ما حدا اكيد ما عم بقول هالشيء ولا هيك، لا عم بس عم بقول لك في شيء بيستحق قتل. هو بليز خليني احكي، هو قال 80% تهديد مني كان، انا ما شفته غير مره هالمره الوحيده للبي، وسامر المرحوم ما شفته غير هالمره لما اجى وحكيني بهالموضوع. باقي ما باقي هو شو كان عم يصير معهم تحت انا ما بعرف شيء، انا بعرف طرطوشات خبريات من هون من هون، بس انه ماني عايش معهم ولا بعرف شيء ولا بيعني لي الموضوع اصلا. بس حضرتك كنت بالمنزل لما كان هو موجود؟ اي متى؟ ونهار اللي مات او قتل؟ لا 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 انا ما بنزل لتحت، انا ابني ببعث لي اياه سبت احد، ببعته مع امي، انا ما بنزل على بيروت بالمره، ببعث لي اياه سبت احد على بيروت، وامي وخالتي بترجع بتطلعوا معها هي وطالعه، ما اكثر ولا اقل، انا ما بنزل لعنده ولا اذا شيء يعني عادي بتلفني بتسالني عن ابنها اكثر من هيك ما خصني انا. استاذ رمزي في شيء بعد بتحب تضيفه؟ ايه اكيد اكيد، في شيء كثير مهم، انه انا هلا القصه صارت، انا بدي اتوجع على القضاء لانه انا ذكر اسمي، وانا اي شيء بيصير انا بدي احمل مسؤوليه للبي ولعائلتهم لالي ولعائلتي، لانه اني عم اقوله انه انا رح اتوجع على القضاء، وانا مع القضاء للدم، اذا انا بيطلع علي 1% شيء بهالقضية كلها انا مع القضاء، ونحن معروفين جماعة مع القانون وتحت القانون مدعوسين بالقانون. بس هلا صار في تسمية اسامي وانا ما كنت بتفضلها هيدي، لانه هيدا شيء غير يعني ما في هيك واحد يجي يكب اسم هيك ويقول 80% هيدا المهدد، انا زلمي هون عايش هلا بطرابلس يعني هيدا مثل كأنه يعني شيء تشهير وذكر اسماء، هيدا انا اي شيء بيصير لي انا بحمله مسؤوليتهم لهم لعائلتهم، وانا بكره بالقضاء بعرف اقول وين كنت وبعرف في شهود وين كنت وفي قضاء بيناتنا. عائله مفشوعه على كل حال يعني استاذ رمزي، واحد بده يكون بيله طويل. اكيد نحن ما عندنا مشكله، نحن ما دام واحد مطلق مره وحبت واحد بيجي بيقتله يعني شو هالسخافه. اهلا وسهلا بك استاذ رمزي حيدر، شكرا مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه، انا بشوفكم الاسبوع المقبل، الى اللقاء.